عنصر النادي الاهلي كابتن امام عاشور. في البدايه برحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس واقول لك بقى مبروك، وريني الحاجتين دول. بقيت اتفائل باللقاءات معاك على فكره. انا بقيت اتفائل بيك والله حبيبي. رب احسن لاعب، احسن لاعب واحسن نص ملعب. تبدا موسم بتكريم او بجائزه، مش تكريم، ما ينفعش تورين دي جائزه احسن لاعب واحسن لاعب واحسن لاعب في الموسم واحسن لاعب وسط ملعب مع بدايه الموسم، بتدي دافع قوي جدا ودافع كبير جدا للاعيب الكوره وخصوصا لنجم كبير زي امام عاشور. طبعا الحمد لله بشكر ربنا طبعا على الجائزه، واكيد زي ما انت قلت دي هتديني دافع طبعا. يمكن الموسم اللي فات كان موسم صعب علينا جدا، طبعا بهدي الجائزه طبعا للعيبه طبعا اللي ساعدوني وجمهور النادي الاهلي طبعا ومجلس الاداره والجهاز الفني. مش عايز انسى حد، بس احسن لاعب في مصر وعمال غيران منك عشان انت هو خدها السنه اللي فاتت. السنه بس هو خدها السنه اللي فاتت وانت خدتها السنه دي. احنا متفقين اتفاق، هو خدها السنه اللي فاتت وانا خدتها السنه دي. السنه الجايه بقى نشوف حد فينا. احنا فينا نلعب انا وهو نلعب كوره مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر اللعيبه طبعا بصراحه، يعني ما اثروش معايا في اي حاجه. انت لعيب كبير حبيبي يا كابتن. انت لعيب كبير يا كابتن. حاجه زي كده حبيبي يا كابتن. والاوضه بتاعتنا اللي بتنام بدري ديت احنا اوضه واحده عموما، يعني الاوضه بتاعتكم اللي بتنام بدري. طبعا اوضه ملتزمه وبتقوم تصلي الفجر وبتقوم كل حاجه. امام بيقوم يصلي. موضوع الصلاه اوكي، انا معاك في موضوع الصلاه. تمام. مفيش بلاي ستيشن؟ مين ده معسكر؟ يعني انت معلش. طب يا عم هقول لك حاجه، معسكر يوم واحد هتجيب بلاي ستيشن؟ تبقى اصلا تعبان ما تطلعه، كنا اصلا الماتش جه. والله بتبقى دوره حلوه. لا حاجة. طبعا والله انا مش جبت بلاي ستيشن المعسكر اللي فات، طلعته من الشنطه. والله العظيم بلاي ستيشن 1 القديم خالص كان عايزه نلعب عليه، والله العظيم كنت انا جايبه، حد جايبه لي حمايه كان جايبه لي وما عرفناش نطلعه. والله ما فيش وقت والله. تعالى حبيبي يا جدع. امام حاجه حلوه وروح جميله جدا بين اللعيبه، بس صدقني قال لي انا اشك واحد. لا هو حسين كده هو شايف نفسه دايما كده على طول. هو حسين طبعا مبارك له النهارده على الجائزه، والمروان والاوفا وكابتن علي، مش عايز انسى حد، وسام ما شاء الله قدوا السنه اللي فاتت، عملوا موسم ما شاء الله يليق باسم النادي الاهلي. وزي ما قلت لك احنا بنساعد بعض كلنا في النادي، وبصراحه مش حد بيأثر في اي حاجه، دايما كده مع بعض. وبشكرهم طبعا لان هم يعني من ساعه ما جيت النادي الاهلي طبعا هم في ظهري، بهدلهم طبعا الجايزتين، مش الجايزه مش احسن لاعب، بهدلهم الجايزتين ودايما كده مع بعض وفي ظهر بعض على طول. خدت صوره حلوه قوي جوه، وشفنا صوره لحسين الشحات والشيبي. لا دي بصراحه دي اكتر حاجه بسطتني النهارده. يمكن انا اتبسطت جدا. هم خلي بالك احنا في الملعب حاجه وبره الملعب حاجه تانيه. زي ما قلت لك هم في الاول والاخر احنا اصحاب واخوات، مفيش اي حاجه. وانا اتبسطت جدا من حسين والشيبي، ويا رب دايما كده يديم المحبه ما بينهم كده.